الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحبائي في الله، نقدم لكم النهاردة تمرين جديد وعشب جديد، تمرين هنقوي بيه عضلات، هنلين بيه مفصل، وهنقدم معاه عشب جديد عشان نعرف إزاي نستخدمه يكون وقاية وعلاج لنا. الرحمن الرحيم، تمرين جديد وعشب جديد. تمرين النهاردة إن شاء الله نكمل فيه تمرينات تقوية مفصل الكتف وعضلات المحيطة به. التمرينات اللي اتكلمنا فيها الحلقة اللي فاتت كانت أمام وخلف، جانبي، والتمرين اللي احنا بنقول لمس عظمة الكتف ولمس عظمة الحوض. تمرين النهاردة هنعمل دواير للكتف. زي ما احنا شايفين الكابتن حمدان بيعمل دائرة كاملة من مفصل الكتف، وده تمرين مهم جدا لخشونة مفصل الكتفين عند مرضى السكر. يعني ممكن مريض السكر يعمل التمرين ده وقاية له من كثير من الأمراض. ياريت كلنا نشد جسمنا ونحرك ونشغل كتف 10 عدات ونريح الكتف الثاني 10 عدات. تمرينات أمامية، نظم النفس وانت بتعمل التمرين علشان تقدر تدي العضلة وقود من أكسجين. تمرينات خلفية زي ما انتم شايفين، ونقدر نجمع التمرينات بتاعت الحلقة اللي فاتت والحلقة دي في مجموعة جميلة هيقدمها لنا دلوقتي الكابتن حمدان. أول تمرين أمام خلفي، ياريت كلنا مع بعض نحرك إيدينا، شد نفسك، مفصل الكتف دلوقتي بيتحرك في أحسن صوره، هيقدم لنا مجموعة أخرى من التمرينات وهي تمرين، وده اللي كنا بنأديه في المدارس زمان لو نفتكر طابور الصباح. ما شاء الله، ياريت أمامي ونعمل التمرين تاني خلفي. دلوقتي عمل خلفي، نبدأ أمامي. بسم الله، وريت زي ما تعودنا في كل حلقة إن احنا نسبح ونحمد ونكبر ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام، ونذكر ربنا واحنا بنعمل التمارين. زي ما احنا شايفين دلوقتي تمرين الكتف، دلوقتي هنا بنسميه ثبات الكتف مع تاني الكوع، ودلوقتي بيعمل اخر تمرين وهو تمرين التدرج. وبالتمرين ده نختم حلقة اليوم. الى لقاء جديد وحلقة جديدة مع كل يوم تمرين، كل يوم عشب. بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة وعشب جديد. عشب النهاردة أيها الأحبة في الله هو الخردل، والخردل في منه في الحقيقة نوعين، نوع الخردل الأصفر والخردل هم بيسموه الخردل الأسود، ولكنه في حقيقته هو بني. الخردل البني له فوائد والخردل الأصفر له فوائد. أول فوائد الخردل أنه منشط للدورة الدموية. الخردل البني منشط للدورة الدموية الطرفية، يبقى ممكن يستخدمه الناس اللي عندهم قلة ارتواء الدورة الدموية في القدمين، زي مريض السكر اللي بيعاني من تنميل في الأصابع. لو أضفنا الخردل المطحون على كمية ماء دافئ مناسبة، يعني بيقول ملعقة صغيرة لكل 3 لتر مية، مية دافية، ويحط القدمين فيهم. طبعا يحرص مريض السكر ما يستخدمش الماء الساخن، خلينا في ماء دافئ، بتنشط الدورة الدموية وبتساعد على ارتواء الأعصاب بنسبة مناسبة من الدم. ممكن استخدام الخردل كزيت للناس اللي عندهم ضعف في الدورة الدموية المخية، ان احنا بندلك بيه عضلات الرقبة. ممكن ايضا يستخدم زيت الزيتون مع زيت الخردل في تنشيط الدورة الدموية في الاطراف زي اليدين، الناس اللي بيجي لهم برد في فصل الشتاء، او يستخدم للناس اللي عندها مشاكل وتقلصات في العمود الفقري. الخردل مفيد جدا، ويمكن القدماء كانوا بيستخدموه على موائدهم، وهو الآن في المائدة الحديثة يسمى بالمستردة. المستردة الصفراء اللي بنشوفها اللي بتضاف لسندوتشاتنا وأكلنا، ليها فوائد عظيمة جدا على تنشيط الدورة الدموية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وعشب جديد، انتظرونا.